مرة عم بحكي بمجلس مثل هاد، سواء حدا يقلد هذاك، قلت له الله يزيدنا إيمان لواحد، أكثر من 1000 شخص كنا، قال لي أنا في إيمان أكثر منك بألف مرة وأكثر من الأمة كلها. قلت له الله يخلينا إياك يا رب وبارك لنا بحياتك ويزيدك إيمان. قال لي وفي أخلاق أكثر من الناس كلها جميعا. هذا شو بده يقبل النصيحة يا أخوانا؟ وماسك الميكروفون قال لي حط الميكروفون ويلا نقلع من هون. حطيت الميكروفون نقلعت. شيء بيحزن مو؟ عادي بسيطة في سبيل الله. فلحقني واحد من دمشق، لا ما في مجنون، بكامل قواه العقلية، فمشى خلفي شخص حوالي 80 كيلو مترا من دمشق من هون. طبعا هاي الحادثة حدثت في قرية في بدرعة. فلحقني الرجل 80 كيلو متر بالسيارة، أنا معي سيارة مع واحد، هو لحقني هذا الرجل. طبعا كل اللي كانوا بالعزاء خرجوا معي يعتذرون عن هذا الشخص. قلت لهم عادي يا أخوان، يعني زمانات أنا شكوت لأحد أهل العلم سوء تعامل بعض الناس معي. قال لي هل وضعوا سلل جزور على ظهرك وأنت ساجد؟ قلت له لا. قال لي هل كسروا أنيابك؟ قلت له لا. قال هل تفلوا في وجهك؟ قلت له لا. قال لي ما لقيت من الأذى شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا عليه سلا جزور، من يأتي بسلا جزور فلان ويضعها على رأس محمد وهو ساجد، الكرش والأمعاء والمصارين والأوساخ. جاء رجل ووضعها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجاءت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها فأزالت سلا الجزور عن ظهر أعظم مخلوق صلى الله عليه وسلم، وأقبلت عليهم تسبهم وتشتمهم وتسيء لهم، وما استطاع واحد منهم أن يتكلم معها لصغري وكانت صغيرة السن. فقال لي هذا الرجل استشعرت بأني صغير والله. قال لي هل وضعوا عليك سلا جزور؟ قلت له لا والله. هل تفلوا في وجهك كما تفلوا في أطهر وجه عرفه التاريخ؟ قال لا. قال لي إذن ما لقيت من الأذى شيئا. فالناس صارت تعتذر مني وكذا، فأنا قبلت هذا الاعتذار وعرضوا علي بعدها أن أكون خطيبا عندهم، وركبت السيارة ومشيت. بعد 80 كيلو متر لحقني هذا الشخص، قال لي أنا من دمشق فقط جئت إليك يعني لأقبلك على هذا الخلق الحسن. أنا والله خلقي مو حسن، بس الله وفقني في هذه الحادثة أن أتعامل معه بها الطريقة. الله اللي بيوفق مو أنت، والله اللي بيعطيك قدرة على النطق، والله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق فيك استيعاب الآخرين وامتصاص غضب الآخرين. تمام يا أخوان الكرام، ونحن والله بأمس الحاجة في مثل هذا العصر يعني إلى هذه الأخلاق الكريمة. تمام يا أخوان الكرام، الله يعلمنا يا رب ويفقهنا. ونحن اليوم كثير من خراب بيوت المسلمين سببه شدة الغضب،